السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم غدا نحضروا حلوى دوزاتاي بطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة في التحضير، ومقاديرها موجودة في كل بيت، كتوجد لنا في ظرف وجيز. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحق التجربة. ما تنساوش تشتركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. على بركة الله غدا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في المقادير بيضة، وكنحتاجو فاني، وكنحتاجو نصف كأس ديال السكر، وكنحتاجو جوج معالق ديال الكوك، وكنحتاجو رشة ديال الملح، ونصف كأس ديال الزيت نباتية. وكنبداو كنخلطو الكل مزيان حتى كيضاعفو لينا المكونات مع بعضياتهم، وكنحصلو على خليط متجانس. ملي خلطنا الكل مزيان، كنزيدو خميرة ديال الحلوى من فئة 8 غرامات، وكنزيدو الدقيق الأبيض تدريجيا، يكون نوع جيد ويكون مغربل. كنبقاو نزيدو حتى كتجمع لينا العجينة، كنخليوها مرخوفة ما تقصحوهاش. بعد ما جمعنا الخليط ديالنا او العجين، غدا ناخذوا صفيحه الفرن وكندهنوها بالزيت، وكنبداو كنكوروا في العجينه، كنكوروها وكنبسطوا بيدينا وكنمرمدوها في السكر كلاصي. كناخذوا شكل من الاشكال، كنوضعوه في كاكاو المر، وكنبداو كنعملوا دوائر، كنبداو كنعملوا وحده ملاصقين بهذه الطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله، وكتجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. نكملوا وحده اخرى، كندهنوا القليل من الزيت في يدينا وكنشكلوا كويره. حنا كنكوروا وكنبسطوا بالكف ديال يدينا بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، وكنفندوها في السكر غير الوجه فقط بالسكر سنيده، وكناخذوا شكل من الاشكال بحجم صغير، وكن نوضعو في كاكاو المر، وكنبداو نعملو دوائر وحدة وحدة بهذه الطريقة كما كتشاهدو، كيجينا على هذا الشكل هذا. طريقة اللي هي جد بسيطة، وكيجينا حتى المنظر والشكل جميل، وغادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى كنكمل جميع الشكيلات. بعد ما كملنا، غدا ندخلو من الفران درجة حرارة 175 حتى 180 درجة، ونتلقاو ونوريكم الشكل النهائي ديالو.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم. حلوى دواز اتاي بطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله ومندرجمين. كنتمنى تجربوها، كتجي اكثر من رائعه. ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.